طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. باسيل أنبه من كارثة صحية إلا إذا، وآن الأوان للتفاوض مع صندوق النقد. تجربة أولى لآلية عودة اللبنانيين في الخارج غدا، فهل تنجح؟ وزير الطاقة ردا على الحملات، إيقاف سد بسري هدر للأموال العامة. بعد طرابلس وعكار ودير الأحمر، خرق التعبئة العامة في سوق الخضار في سن الفيل. 60,000 وفاة بسبب كورونا حول العالم، وتحية صينية لروح الضحايا. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. عشية أحد الشعانين الحزين، الخبر الأول كورونا. دوليا وفي أحدث حصيلة، أسفر تفشي الوباء عن وفاة ما لا يقل عن 59,456 شخصا منذ ظهوره في كانون الأول الفائت في الصين، كما تم تشخيص أكثر من 1,122,320 إصابة في 190 دولة ومنطقة، غير أن هذا العدد لا يعكس إلا جزءا من المحصلة الحقيقية، لأن عددا كبيرا من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات، مع الإشارة إلى أنه من أصل الإصابات المشخصة شفي 211,600 شخص على الأقل حتى اليوم. أما من حيث ترتيب الدول، فتبقى إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 14,681 شخصا، تليها إسبانيا، فالولايات المتحدة التي باتت اليوم تسجل أعلى نسبة إصابات، ثم فرنسا وبريطانيا. أما لبنانيا فالأرقام أكثر تفاؤلا إذا جاز التعبير، ففي آخر أرقام كورونا محليا، أعلن التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 520 بعد تسجيل 12 حالة جديدة في الساعات 24 الماضية، موضحا أي التقرير أن عدد الوفيات بلغ 17، فيما حالات الشفاء بلغت 50 حالة، في وقت وصل عدد الفحوص المخبرية إلى 9022. غير أن هذه الصورة غير السوداوية للوضع الصحي اللبناني مرشحة لتبدل مفاجئ إذا واصل بعض اللبنانيين خرق قرار التعبئة العامة من جهة، كما حصل اليوم في سوق الخضار في سن الفيل مثلا، وإذا لم تعتمد آلية الفحص السريع التي ذكر بها النائب جبران باسيل سائلا عن سبب الموافقة عليها بالنسبة للمنتشرين ورفضها للمقيمين، علما أن آلية إعادة لبنانيي الخارج تخضع لتجربة أولى غدا عسى أن يكللها النجاح. أما بعيدا من ملف كورونا، فعرض باسيل في مؤتمر صحفي مطول لآخر المستجدات على مستوى التعيينات من ضمن الملف الاقتصادي والمالي الأوسع، في وقت كان وزير الطاقة ريمون غجر يرد على استهداف مشروع سد بسري بالجزم بأن وقفه يشكل هدرا للمال العام. سميرة، من البيت ما تظهري، اشتري اغراضك اونلاين، واذا اضطريتي تروحي على السوبر ماركت البسي ماسك وكفوف واعتدري وجهك. هيك ما بدق بالكيس، ادفعي بالكارت احسن ما يردوا لك كاش. بس توصلي على البيت بتكبيهم للكفوف والماسك مش للاغراض، بتعقمي الاغراض وبترجعي بتفوتي على البيت. عقمي الكارت كمان لانه بلاستيك. رئيس التيار الوطني الحر ينبه من كارثة في حال عدم اعتماد الفحص السريع للكورونا. أما في الشأن المالي فيقول آن الأوان للبدء بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفي ملف التعيينات دعوة إلى الحكومة لعدم الاستسلام. سلسلة رسائل سياسية وجهها رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي، أولها متعلق بالتعيينات والوضع الحكومي. جديد لازم يكون، مش انه تحرموا الناس يلي بالحكومة باقتراح اسماء، لانه الدستور بنص على ثلثي مجلس الوزراء لانجاز التعيينات، وهذا ما اسمه محاصصة، هذا اسمه دستور. جديد هو انه تفرضوا على اللي بالحكومة وعلى الوزير المعني باي مركز بانه يقدم سير ذاتية جيدة وتوافقوا عليها انتو على انها هي جيدة.
انه البعض اراد لهيدي الحكومه انها تكون على فتره قصيره معينه، بتقطع مرحله وبتروح لترجع الحكومه السابقه. هيدا الشيء مش خافي وتمت مفتاحتنا ومحاورتنا فيه. ولما شافوا انه هيدي الحكومه عم تشتغل ويمكن تقدر تستمر، بلشوا يستعجلوا رحيلها. وهون في تقاطع بهيدي المصلحه بين بعض من في داخلها وبعض من في خارجها، ومشان هيك منشوفهم بيهددوا مرارا بالاستقاله. انا بدعي الحكومه الى انجاز ما عجزنا عن تحقيقه نحن سابقا بالمال، بالاقتصاد، بالكهرباء، بالسدود، بالقطاع العام، بالموازنة، بالمال، بالهدر، بالفساد. وما حدا يحدد الحكومة بالاستقالة، أولا لأنه الاستقالة من المجلس هي تهويل وما في فايدة لأصحابها بإعادة الانتخابات على النسبية، وثانيا لأنه الاستقالة من الحكومة بمعنى أسقاطها من داخلها بيكون حتمي إذا الحكومة ما أنجزت الأمور المطلوبة منها. قانون الكابيتال كنترول حجر أساس لأي عملية إصلاحية في القطاع المصرفي، ولا نعلم ما حصل حتى قام وزير المال بسحب المشروع، أكد باسيل. سمعنا كلام لاحقا أنه الأمر غير دستوري، وهيدا مش صحيح برأينا. البرهان أنه نعمل قانون كابيتال كنترول بآخر الستينات أيام انترا، وإذا الموضوع هو مش من ناحية المبدأ، هو من ناحية مضمون القانون، فلازم يكون كلنا متفقين انه الأولوية والهدف من هالقانون هو حماية المودعين الصغار مش المصارف. بفهم انه ترفضوا بعض المصارف المخالفة، مع انه بأمن لها قاعدة قانونية لوقف الدعاوى بحقها، وهيدا الشيء لازم توفره الدولة لها، ولكن انا ما بفهم انه ترفضوا بعض الكتل النيابية. على كل حال، عم بيقوم رئيس لجنة المال نائب إبراهيم كنعان بمسعى لتأمين التوافق على صيغة قانون بيتبناها الجميع، وإذا فشل رح نقدمه نحن كاقتراح قانون من قبل تكتل لبنان القوي. ولفت باسيل إلى أن الأوان آن للبدء بالتفاوض الفوري والجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان. باسيل الذي أكد حق اللبنانيين بالعودة إلى لبنان شدد على أهمية أن يدركوا أنه لا يمكنهم العودة جميعا وفورا، ومن مسؤولية الدولة أن تحرص على عدم صعود أي شخص إلى الطائرة من دون فحص، وأن لا يتم الخلط بين من خضع للفحص ومن لم يخضع. لازم يخرج حدا من المطار، من مطار بيروت، من دون ما يكون عنده فحص مؤكد بالبي سي ار. يا اما مصاب بيروح على المستشفى، واما غير مصاب بيروح على الحجر المنزلي، والا اذا مش مؤكد موضوعه بيروح الى حجر جماعي بالاوتيلات يلي كلنا مدبرينها وبالاماكن يلي كلنا اشتغلنا على تامينها. انا غير مطمئن لهيدا الموضوع، وانا بنبه اي لبناني انه ما يطلع على اي طياره اذا ما كان متاكد انه لا مصابين فيها. وأنا بحمل الحكومة مسؤولية أي خلط بين الركاب من دون معرفتهم المسبقة هن. يلي بيطلع على الطيارة مطمئن أنه ما في مصابين فيها ويصاب، فهيدي جريمة بتكون عم ترتكبها الدولة بحقه وبحق البلد. العملية هون منا تجارية، مش لازم يكون فيها أرباح إطلاقا، والمناسبة منا لتعوض الميتل إيست خسائرها جراء توقفها عن العمل. والشعور، خليني أقول الشعور بالأول، أنه الأسعار غالية كتير هو عام، وأنا بطلب من الحكومة إجراء تدقيق مالي. الحكومة تعمل بالرغم من أزمة كورونا، وأطالب المجلس النيابي بالعمل مثلها وعقد جلسات عن بعد، وهذا الأمر ممكن تقنيا، أكد باسيل لافتا إلى أهمية الفحص السريع الرابيد تيست. أنه يلي عم نشوفه أوقات من خرق جماعي ببعض المناطق والاختلاط بمناسبات اجتماعية هو تصرف غير مسؤول وجرم بيعاقب عليه القانون. فإذا هيدي مسؤولية وتضامن المجتمع بكل فئاته، ما بتقدر ناس تنحجر وناس تكزر، لأنه الوباء لما بينفجر بيطال الكل. وإذا انهارت منظومتنا الطبية ما منعود نقدر نعالج ولا أي مريض كورونا وغيره. أمر تاني هو مسؤولية مشتركة
إن نساعد الناس اللي عم طلبها أن تبقى بالمنازل وهي من دون عمل ومن دون قدرة على العيش من دون مدخول، وهذه هي المصيبة الأكبر. في الحصص الغذائية، المساعدات المالية، الأدوية، أدوات التعقيم، حاجات الأطفال. كتير منيح يلي قامت فيه الدولة لناحية تقديم 400,000 ليرة للعائلة المحتاجة، ولكن منه كافي. وكلنا منعرف أنه وزير الشؤون الاجتماعية ما بيقدر يتكل على برنامج الفقر ولوايحه، لأنه بالسابق الوزراء تلاعبوا بالمعايير لغايات تنفيعية، وأصلاً هيدي الحوايج اللوايح بحاجة لتيويم بسبب زيادة الفقر. لبنان سينتصر على النكبة الصحية والمالية، وقدرة اللبناني على التأقلم هي ميزته الأساسية، وعليه الممارسة بالبقاء في المنازل. الوزير ريمون غجر يرد على الحملة في موضوع سد بسري. وزير الطاقة والمياه يشدد على أن إيقاف العمل بالسد يشكل هدرا في المال العام. الوزارة طلبت من مجلس الوزراء تأكيد السير في تنفيذ مشروع سد بسري بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقررة والعقود الموقعة، تأكيد من الوزير ريمون غجر. نظرا لأهمية المشروع لجهة تأمين المياه لحوالي نصف الشعب اللبناني، بالإضافة للخلل الكبير اللي ممكن ينتج عن أي قرار مخالف لتعليق تنفيذ هالمشروع، على اعتبار أنه ما تم تسديده لحديت اليوم بهالمشروع هو حوالي 320 مليون دولار، اللي هي بتساوي كلفة الاستملاك، كلفة الأشغال المنفذة من أنفاق وخطوط جار ومحطات تكرير وغيرها. هيدا بيعتبر هدر الأموال العامة اللي تمت استدانتها من البنك الدولي بموجب قروض وقوانين صادرة عن المجلس النيابي ومخصصة حصرا لتنفيذ هذا المشروع، يعني ما فينا نستعمل هذه المصاري لشيء تاني. إضافة إلى ذلك، في أكلاف ممكن تتكبدها الحكومة لاحقا إذا فسخت العقود تنفيذ وبيصير في مطالبات من قبل الكونتراكترز. وأكد غجر أن هذا المشروع قد أشبع دراسات. مشروع سد بسري من وليدة اليوم، وهذا شيء أنا ما كنت أعرفه قبل ما أجي على الوزارة، لا الحكومة هيدي ولا اللي قبلها. بلش هذا المشروع نتيجة دراسات وقرارات بلشت بال 1953 من قبل United States Bureau of Reclamation، لجنة أمريكية انعرفت وقتها بالنقطة الرابعة. السبب الرئيسي لإنشاء مشروع سد بسري هو تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه، اللي بيوازي بحدود الدنيا 100 مليون متر مكعب سنوياً، خاصة بفترة الجفاف، يعني حوالي 500,000 متر مكعب باليوم في أشهر الشح. وهيدا بينعكس نقص كبير على معدلات التغذية اللي بتوصل لثلاث ساعات باليوم بمعظم المناطق خلال فترة الصيف. ويمكن يوصل هذا النقص ل 200 مليون متر مكعب سنويا بحدود العام 2035، يعني اللي آتي أعظم. مشروع سد بسري قد أشبع درسا، وهلا يعني عد بعض الدراسات اللي انعملت، ولكن هيدي الدراسات مش منا الدراسات الوحيدة اللي حتنعمل، في دراسات زيادة حتنعمل يعني حسب الأصول. وجدد غجر تشديد وزارة الطاقة على أهمية مشروع سد بسري، متمنيا على الجميع التمتع بحس المسؤولية الوطنية وإظهار الإرادة الصادقة للعمل سويا بغية المضي بالمشروع، مع التشديد كذلك على الانفتاح مع النقاش العلمي للإجابة على كل الهواجس. دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ممثلي أعضاء مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان إلى اجتماع يوم الاثنين في قصر بعبدة. الاجتماع يحضره رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمستشارين، ويخصص لإطلاعهم على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية وانعكاسات أزمة كورونا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وعلى مسألة النازحين السوريين. في آخر أرقام كورونا لبنانيا، أعلن التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 520 بعد تسجيل 12 حالة جديدة، موضحا أن عدد الوفيات بلغ 17، فيما حالات الشفاء
بلغت 50 حالة في وقت وصل عدد الفحوص المخبرية إلى 9022. في غضون ذلك، آلية إعادة المنتشرين اللبنانيين تبدأ غدا الأحد من الدول الأقل انتشارا للوباء، ورئيس مطار بيروت الدولي يشرح للأو تي في الإجراءات الاستثنائية لاستقبالهم. التفاصيل في تقرير لجورج عبود. بعد توقف أسرع عن العمل بعود مطار بيروت لمزاولة عمله نهار الأحد، إنما مش أمام السياح بل اللبنانيين المغتربين اللي شتتهم فيروس كورونا بعيدا عن بلدهم الأم. الرحلات الأولى رح تكون من الدول الأقل انتشار للوباء، وهي بمثابة بروفا لإجراء تقييم، خاصة إنه من المتوقع استقبال اللبنانيين مصابين بالفيروس. وبحسب نجاح الخطة رح يتخذ قرار متابعة استقبال المغتربين من الدول الموبوءة. فكيف عم يتحضر مطار بيروت وهل من إجراءات استثنائية؟ ما رح يكون كل الموظفين موجودين، اللي رح يكونوا موجودين هن اللي رح يكونوا معنيين مباشرة بعملية استقبال الركاب. تواجد بقلب القاعات ممنوع لحدا، ولا حتى كمان تغطية إعلامية ما رح يكون في بقلب القاعات. الركاب وقت اللي بيظهروا كمان حتى الباصات اللي رح تكون ناطرتهم برا رح يطلعوا على الباص، إذا الباص بساعة 25 رح يطلع بقلبه 9 ركاب فقط، الحقائب كلها رح تتعقن قبل ما يطلعوا على الباصات. بيقوم العائدين بإجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا بالبلد المتواجدين فيه قبل 3 أيام، وفي حال تعذر الموضوع فداخل حرم مطار بيروت. معظم سلطات الطيران المدني بكل، لما بدي أقول بكل يعني بمعظم البلدان اللي عم نروح عليها، ما بيسمحوا أنه ينعمل إجراءات بمطاراتهم من قبل دول تانية. على هالأساس تاخذ القرار أنه ينعمل الفحوصات للركاب اللبنانيين فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي. الركاب اللي رح يوصلوا مباشرة رح يفوتوا على قاعة المغادرة، يعني محل ما بينتظروا عادة وقت اللي بيكونوا بدهم يسافروا. المحلات جوا رح تكون التباعد مثل العادي، مثل ما كانوا قاعدين بالطيارة، احترام التباعد بين الركاب رح يضل موجود بالقاعات اللي رح يتم الانتظار فيها. الفريق الطبي لوزارة الصحة رح يكون ناطر الركاب فور قدومهم، وبالتأكيد الفريق الطبي اللي موجود على الطيارة كمان رح يكون عنده كل المعطيات حول حالة كل راكب من الركاب اللي جايين. أول ما بيوصلوا الركاب على القاعات رح ينعمل فحص البي سي آر للركاب، بتاخد العينات بهالوقت هيدا طبعا من بعد ما يتم أخذ العينات للركاب اللي ما عاملين عم بقول بي سي آر، رح يتاخدوا كلهم سوا بواسطة بساط لوزارة الأشغال العامة والنقل على الفنادق اللي رح يتم تحديدها. بيقعدوا بالأوتيل لمدة 24 ساعة لحين ما تطلع نتيجة الفحص، وأكيد بس تطلع نتيجة الفحوصات اللي بيبين عنده أنه نتيجة الفحص كانت إيجابية بيتاخد على مستشفى رفيق الحريري الحكومة، واللي بتكون النتيجة سلبية رح يروح على الحجر المنزلي أكيد بمواكبة وزارة الداخلية والبلدية. عن الأعداد التفصيلية للرحلات القادمة طيلة نهار الأحد سألنا. 4 طائرات رح يوصلوا إن شاء الله نهار الأحد. أول طيارة رح تيجي من الرياض من السعودية، رح يكون على متنى 78 راكب، توصل الساعة 11. ثاني طيارة توصل الساعة 2 الظهر من أبو ظبي، رح يكون كمان على متنى 78 راكب. بالليل رح يكون في طيارتين من أفريقيا، أول طيارة من لاغوس توصل الساعة 10 المساء، بيكون على متنى 120 راكب. وآخر طيارة من أبيجان من سهل العاج توصل الساعة 12 المساء بالتوقيت المحلي، وكمان على متنى 120 راكب. بسياق متصل وتحضيرا للعودة المنتظرة، أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه استقبال العائدين رح يتم بواسطة فرد واحد من العائلة، وهالشي بعد انتهاء الإجراءات من فحوصات وتعبئة استمارة وزارة الصحة والمغادرة في حال نتيجة الفحص كانت سلبية. خرق التعبئة العامة مستمر في أكثر من منطقة، وبعد طرابلس وعكار ودير الأحمر مخالفة مستمرة في سوق الخضار في سن الفيل. الصور التي انتشرت بسرعة استدعت تدخلا من المسؤولين في السوق ومن البلدية التي سطرت محضر ضبط بالمحل المخالف. يبدو أن هناك من لا يزال مصرا على تعريض حياته وحياة غيره للخطر رغم كل التحذيرات، إذ انتشرت اليوم صور لاقتطاز في سوق الخضار في سن الفيل على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب المواطنون الذين رأوا المشهد القوى الأمنية التدخل فورا نظرا لعدم اعتماد المعايير الصحية في إحدى المحلات. الجمعية التنظيمية لبائعي الخضار بالجملة في سن الفيل
قامت بالإجراءات اللازمة واتصلت بالمعنيين ولا سيما بلدية سن الفيل، حيث تم تنظيم محاضر ضبط بالمحل للمخالف لأنه لا يلتزم بشروط التعبئة العامة. رئيس الجمعية إلي معلوف شرح في اتصال مع الأو تي في ما حصل، مؤكدا منع البيع بالمفرق خلال هذه الفترة. نعم، احنا اليوم الصبح فدخل ناس يعني اجوا يشتروا بالمفرق من السوق غير زباين السوق، والحراس تبع السوق ما قدروا يوقفون يعني، ففي شوية تجمع. طلبنا مساندة، طلبنا شرطة بلدية سن الفيل تدخلت فورا، اجت طردت الناس اللي كانوا متجمعين وعملت تزبوطة بالمحلات اللي كانت فاتحة وعم تستقبلون، ونبهوا المحلات كلها انه ممنوع التجمعات. عملوا 5 زبوطة البلدية بالمحلات اللي كان فيها مخالفات، وفرقوا الاشخاص اللي كانوا موجودين كل واحد طلع بيته، لانه نحن يوم السبت عاده منعا لهالتجمع بنسكر الساعه 10 الصبح، ولكن هودي اجوا قبل الساعه 10 اليوم. المعلوف وجه رساله الى اصحاب المحال طالبا الالتزام بالارشادات وعدم تعريض العاملين في السوق واصحاب المحال والزبائن للخطر. الاجراءات بحق اصحاب المحلات يلي عم بتخالف ويلي عم بتعرض حياتكم وحياه المواطنين للخطر. بلديه سن الفيل تدخلت واخذوا اجراء بخمس محلات، اعملوا اجراءات بخمس محلات اللي كان فيهم هالازدحام واللي هن سببوا هالزحمه هيدي. كجمعيه التجار اداره السوق اخذت اجراءات كثير قاسيه من اول ما نحن اول سوق اخذنا اجراءات قاسيه، عنا على الباب حراسي ممنوع حدا يفوت الا ما يكون لابس كمامه الا ما يكون لابس كفوف. نحن بنعقم السوق كل يوم، ولكن اليوم بصوره استثنائيه فخرجت عن إرادة الحرس تبع السوق، استعنا بشرطة بلدية سن الفيل. نتمنى من كل أصحاب المحلات التقيد بهذه الإجراءات والتعميمات اللي نحن عملناها، ونحن زيادة عن هيك رح نزيد الحماية، يعني رح نمنع الأشخاص اللي ما لهم علاقة يفوتوا على السوق لحتى نتحاشى هالشي اللي صار اليوم. ويبقى ما حصل اليوم برسم المعنيين وأصحاب المحال الذين يطلب منهم الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية منعا لانتشار هذا الوباء وحرصا على سلامة الجميع. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن العالم يواجه عدوا غير مرئي هو فيروس كورونا. إلى ذلك قالت مصادر في منظمة أوبك أن المنظمة وروسيا أرجأتا اجتماعا كان مقررا الاثنين إلى وقت لاحق من الأسبوع مع تصاعد الخلاف بين موسكو والرياض حول انهيار أسعار البترول. في بادرة منها لتكريم ضحايا وباء كورونا، أعلنت الصين السبت يوم حداد على آلاف الشهداء الذين قضوا في تفشي الفيروس، وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق الفعاليات الترفيهية كافة. وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها. وصباح السبت وقفت البلاد 3 دقائق صمتا حدادا على المتوفين بالفيروس، ومن بينهم عاملون في المجال الصحي وأطباء، وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها. وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي من جراء تفشي هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي في وسط الصين طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية. وفي مدينة ووهان تحولت كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر وتوقفت حركة المرور لمدة 3 دقائق. وتوفي نحو 2567 شخصا في تلك المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 75% من حالات الوفيات بكورونا في عموم الصين. وفي سياق متصل يشهد بر الصين الرئيسي تراجعا في أعداد الإصابات بالفيروس، إذ سجل اليوم السبت 19 حالة إصابة جديدة معظمها لدى قادمين من الخارج. أما في فرنسا فقالت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء الفيروس في فرنسا ارتفع بمعدل 61% إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44% إلى 82165 حالة، ما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين. وقال جيروم سالومون مدير وزارة الصحة خلال لقاء يومي مع الصحفيين
المسؤولين أن عدد حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات ارتفع 5233 حالة أو 9% إلى 64338 حالة يوم الجمعة، وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في دور المسنين بلغ 17827 حالة بالمقارنة مع 14638 حالة يوم الخميس عندما تم إعلان بيانات دور المسنين للمرة الأولى. وبحسب حصيلة لرويترز فقد انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بوصفها دولا تجاوزت الآن عدد حالات الإصابة التي أعلنتها الصين حيث بدأت الجائحة أصلا. أما في بريطانيا فقالت السلطات البريطانية إنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حاليا علاج محدد مرخص، وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج كوفيد 19 وهو المرض التنفسي الناجم عن الفيروس. وتشير أحدث إحصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا، وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الأونة الأخيرة وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة. وأضافت الوكالة أنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة. وفي إسبانيا أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل أكثر من 800 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الساعات 24 الماضية. وفي إيران قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البلاد ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة التباعد الذكي. وأضاف روحاني خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ستعلن وزارة الصحة اليوم عن تفاصيل خطة التباعد الذكي. أولوياتنا صحة وسلامة المجتمع كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم أيضا بالنسبة لنا. في النشرة بعد الفاصل: كمامات طبية صنع في سجن رومي. أهلا بكم من جديد وإلى آخر أخبار مواقع التواصل مع الزميلة غريس مخايل. مساء الخير، أخبار كثيرة تفاعلتوا معها على مواقع التواصل من تابع سواء البعض منا. نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها على تويتر فيديو لسجناء في سجن رومية يقومون بتصنيع كمامات طبية ليتم استخدامها من قبل العناصر والسجناء عند الحاجة. من تابع طريف بزمن الكورونا منتابعه سوا. أهم شيء نكون عزلين حالنا كلنا سوا بالبيت، وين ما نروح كمان نكون عزلين حالنا مثل ما أنا عملت اليوم. Stay safe وخليكم بالبيت. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. في سابقة هي الأولى بالصين، أعلنت مدينة شينسن حظر أكل لحوم الكلاب والقطط. هذا القرار سبق بالصين يأتي نتيجة دراسات ربطت نشأة فيروس كورونا في بورتو بمدينة ووهان الصينية بأكل واستهلاك اللحوم البرية، وكانت حكومة صينية قد أصدرت القرار بمنع تجارة الحيوانات البرية واستهلاكها بالشباط الماضي عقب تفشي كوفيد 19. بسبب اقتراح من طبيب فرنسي ببرنامج تلفزيوني على قناة فرنسية بتجريب لقاح فيروس كورونا المستجد بأفريقيا بغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نتابع سوا. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement,
pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. فيديو مؤثر لفتاة تساند شقيقتها المصابة بالسرطان من خلال حلق شعرها وحاجبيها. So, I shaved my head today for my sister and she's sitting here because she thinks she looks ugly. Let me show you. These are meaningless, Gabby. Like, who cares about these? I don't care about them. I love you. أخبارنا خلصوا، نلتقي بكرة. نعود إلى النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد وإلى الأحوال الجوية. مصعر. كتل مدارية دافية قادمة من مصر رح تأثر على مناطقنا مع رياح جنوبية شرقية دافية وناشطة، رح تؤدي إلى طقس شبه صيفي لبكرة بسبب هبوب الرياح الساخنة، بتتراوح سرعتها بين 70 و 90 كيلومتر بالساعة بين الجنوب والساحل اللبناني والمناطق الشمالية. إذا لبكرة جونا قليل الغيوم ورح تتسجل درجات الحرارة على الشكل التالي. بنبدأ جولتنا مع عكار و 24 درجة، 29 بطرابلس، 28 بالعاصمة بيروت وأيضا بصور. ننتقل إلى بعلبك مع 23 درجة، 17 باللقلوق، 24 بزحلة و23 درجة بجزين. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 55%، رياح اتجاهها إذا جنوبي شرقي، عم تسجل سرعتها 85 كيلومتر بالساعة، إذا ناشطة جدا لبكرة رح تكون الرياح، أما حال البحر فمعتدل ارتفاع الموج. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ لبكرة إذا مثل ما ذكرنا جونا شبه صيفي، درجات الحرارة عم تلامس 28 درجة على السواحل وال24 بالمناطق البقاعية، وجونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا. تنخفض بشكل ملحوظ وسريع درجات الحرارة اعتبارا من نهار الاثنين للعشرين درجة، وجونا غائم جزئيا، وبترجع بتنخفض بشكل تدريجي للأيام اللي جاية مع 19 درجة لنهار الثلاثة و 18 لنهار الأربعة، إذا جونا أيضا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم. هنا نوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على ألف خير. ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. دقائق وحلقة جديدة من رح نبقى سوا.